حضراتكم معانا وفقرة خاصة عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام. والحقيقة لما بنتكلم عن فيتنام زي ما قلت في المقدمة احنا بنتكلم عن نموذج ينبغي الاحتذاء به. والحقيقة هنا احنا مش بنجامل دولة ولا حتى بنجامل دولة علشان مناسبة زيارة رئيسنا إليها، لكن الحقيقة المتتبع الجيد لقراءة تاريخ فيتنام هيشوف أولا تاريخها النضالي، ثانيا الحروب اللي مرت بيها. يعني احنا لما بنتكلم من 55 لسنة 75، 20 سنة من الحرب، هل انتهت على كده؟ لا، استمرت الحياة في صراعات وحروب داخلية، ومع ذلك قدرت فيتنام ان هي بالفعل تصبح احد النمور الاسيوية الجديدة. استطاعت بالفعل ان هي خلينا نقول تسارع بركب النمو اللي تصل لاقتصاديات عالمية برضو يشار إليها بالبنان. خلينا نتكلم إن هي خامس الدول في صناعات الملابس الجاهزة، لها باع كبير في مجال المزارع السمكية. الحقيقة عوزني الوقت أيضا في الإشارة لعدد كبير من النجاحات اللي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نصا، وقال نجاحات فيتنام بالفعل لا يمكن إن احنا نتغافلها وبالفعل ينبغي أن نحتذي بها. برحب بحضراتكم لتحليل هذه الزيارة، واللي بتعتبر هي الزيارة الأولى لرئيس مصري لهذه الدولة اللي لنا معها علاقات تاريخية. نستمع لضيفنا النهاردة في سردها ونتساءل كمان يا ترى هي ليه الزيارة الأولى رغم وجود علاقات تاريخية ما بيننا. وزي ما قلت أيضا في المقدمة الإخبارية احنا كنا من أوائل الدول اللي افتتحنا سفارتنا في هانوي عاصمة فيتنام، يبان فوضى الحرب وتبعيات الحرب وما شابه. كمان الزعيم الأسبق هو تشي مينو زار مصر أكثر من مرة، فليه في المقابل ما كانش فيه زيارة من رئيس مصري لفيتنام؟ كل هذه الأسئلة وغيرها المزيد هنتعرف عليها من ضيف قدير الحقيقة على الإجابة، هو سيادة السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شرفتنا يا فندم، شكرا على تلبية الدعوة، وكل سنة وحضرتك بكل خير. كل سنة وانت طيب أستاذة عايدة، وشكرا على استضافتي. شكرا لتلبية حضرتك لدعوتنا. والحقيقة يمكن عندنا زحمة من التساؤلات زي ما قلت في المقدمة، لكن خليني أبدأ مع حضرتك بتساؤل اللي بيفرض نفسه الحقيقة. النهاردة لما عرفنا أن دي أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو لرئيس مصري على الإطلاق لفيتنام، كان علينا نحن نتساءل ليه طوال هذه السنوات ما كانش فيه أي زيارة من قبل رئيس مصري لفيتنام؟ هو زي ما حضرتك قلتي فيتنام خاضت معارك عدة وليها تجربة نضالية وحروب كانت مستمرة حتى عام 76 عندما كان شطري فيتنام الشمالية والجنوبية منقسمين وتم توحيدهم، ودخلت في صراعات ومناوشات داخلية وفي أيضا اشتباك مع الصين في المناطق الحدودية، ولم تكن التجربة التنموية في فيتنام قد أتت بثمارها. ولكن فيتنام مع المثابرة ومع العمل ومع مكافحة الفساد ومع نظام تعليمي هام ومع الاهتمام بالشباب استطاعت فيتنام أن تحقق فعلا التجربة التنموية التي أصبحت جاذبة وتلبي أيضا العديد من الدروس لدول كثيرة منها مصر. ففيتنام وهي 90 مليون قريبة الشبه بنا من حيث عدد السكان، يمكن أن تقدم لنا النموذج فعلا اللي احنا من خلاله نقدر نتعاون ونتشارك، سواء زي ما حضرتك تفضلتي في مشروعات البنى التحتية والموانئ وبناء السفن أو في المزارع السمكية. هي أيضا استطاعت من خلال هذه المزارع أن تحقق حجم النمو يقدر بخمسة مليار دولار إلى سبعة مليار دولار من هذا المنتج المستحدث اللي طورت وأضافته لرصيد اقتصادها الوطني. توجه مصر نحو آسيا شمل زي ما حضرتك تابعتي في قمة البريكس، شمل أيضا زيارة هامة لدولة بنرتبط معها أيضا بدوائر صداقة. الزعيم السابق هو تشي مين زار مصر زي ما حضرتك قلتي ثلاث مرات، وكانت مصر سند أيضا لفيتنام وقت مواجهتها للغزو الأمريكي، وكانت هي أيضا من الدول القريبة إلى مصر في العديد من المواقف السياسية اللي مرت والأزمات اللي مرت بها مصر. بمناسبة ذكر حضرتك للزعيم الأسبق هو تشي مين، الحقيقة النهاردة لفت نظرنا أنه بعد الاستقبال الرسمي كان من أولى فعاليات
أنشطة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام هو أنه بالفعل زار النصب التذكاري لهذا الزعيم الراحل وأيضا النصب التذكاري لشهداء فيتنام بشكل عام. هل دي يعني بروتوكولات معتادة من قبل رؤساء العالم لما يزوروا فيتنام، ولا ليها دلالة معينة أن الرئيس يبدأ ويستهل الجولة بهذا الفعل أو هذا النشاط بالأخص؟ هما الحاجتين مع بعض. هو بروتوكولات الزيارات الرسمية لفيتنام بتشمل زيارة الزعيم هو تشي مين، لكن هو في مخيلة الجميع وذاكرتها هو الزعيم اللي قاد معركة القضاء على الاستعمار الفرنسي عام 54 في ديان بيان فو. هما قادوا معركة ضد الاستعمار الفرنسي قبل الهجمة الشرسة اللي قامت بيها الولايات المتحدة على فيتنام والغزو الأمريكي في الستينات. حتى 75 كانت فيتنام تتعرض لأقصى درجات العنف غير المسبوق اللي حول أرضها لأرض غير قابلة للزراعة ومبانيها إلى حطام، وكان هوتشي مين 21 مليون قنبلة بالفعل حولت الأرض حتى إلى أرض غير منزرعة كان يستخدم فيها النابالم بكميات هائلة. وكان الحقيقة هو تشي مين هو رمز مش بس للنضال في فيتنام، هو رمز لحركات التحرر حول العالم. فأنا أعتقد حتى لو كانت زيارة هو تشي مين، وأنا زرته برضو في زيارة رسمية لفيتنام، شرف كبير أن الإنسان يكون بيقدم يعني تذكار أو تحية أو باقة ظهور لقبر هذا الزعيم اللي بيمثل حقيقة نضال شعب كافح ليس فقط أيام الاستعمار الفرنسي أو الأمريكي، ولكن تعرض عبر تاريخه لهجمات استعمارية كثيرة لكن خرج منها، وإحنا برضو خدنا معارك نضالية ضد الاستعمار بس خرج منها رغم الظروف الصعبة ليعيد بناء اقتصاده وليتبنى تجربة إصلاح اقتصادي هامة جدا. والنهاردة حجم الاستثمارات الخارجية الـ FDI أو الـ Foreign Direct Investments اللي بتخش فيتنام 107 مليار دولار، احنا بيخش لنا 8 مليار دولار فقط لغير. فقط لغير، رغم ان احنا في التسعينات في الوقت اللي بدأت فيتنام تجربتها الإصلاحية كنا احنا في مصاف الدول اللي في سبيلها للتقدم وتحقيق أهداف التنمية، ولكن الوقت لم يفت بعد. نخوض الآن تجربة يعني اقتصادية هامة في برنامج إصلاح اقتصادي جريء وجاد وصعب، ولكن يبدو مؤشرات نجاحه واضحة. عندنا 4.3 حجم نمو، حقيقة فيتنام بيعملوا 7% سنويا حجم نمو، ده الثاني بعد الصين. طبعا جوار فيتنام للصين رغم أنه كان في مرحلة سبب لمشاكل حدودية، لكن الصين بعد ما حققت هذه الطفرة الاقتصادية والصناعية باتت أجرة العمالة والأرض مكلفة، فانتقلت إلى فيتنام لتسهم في عملية تنمية هائلة. ساهمت في انتقال فيتنام من معدل دخل فردي 100 دولار إلى 2000 دولار، يعني إلى مصاف الدول متوسطة الدخل. طب الحقيقة دي جزئية مهمة جدا، حضرتك بتقول رغم المشاكل الجوارية ما بين الصين وما بين فيتنام إلا أنه أصبح فيه تعامل، مش بس كده رغم الحرب الدارية ما بينها وبين أمريكا أيضا بقى فيه تعامل. هنا لغة الاقتصاد ولغة التصالح والمصالح ما بين الدول إلى أي مدى بالفعل ينبغي أن يحتذى بها؟ طبعا حتى الصين تعلم أن الولايات المتحدة تتحرش بها كثيرا حتى في الأيام الحالية، ولكن تتجنب النزاع وتتجنب الصراع. الحقيقة لتحقيق التنمية لابد من حالة من الهدوء والاستقرار، عشان كده أنت بتشوفي دور مصري فاعل في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف، دور مصري في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وسوريا والعراق في محيطنا الإقليمي في ليبيا. فليس على سبيل المصادفة أن تكون التحركات المصرية من أجل تحقيق التهدئة الإقليمية. عبد الناصر نفسه بعد ثورة يوليو كان بيسعى لدعم حركات التحرر الأفريقي. لا يمكن أنك تكون متحرر في منطقتك أو في بلدك ومحيطك الجغرافي يملكه الاستعمار أو يتحكم فيه الاستعمار، وبالتالي المحيط الإقليمي لمصر ما لم يتمتع بالاستقرار. يعني ما ينفعش تقضي على الإرهاب في بلدك فقط، لابد أنك تقضي على الإرهاب في كل محيطك الإقليمي. وعلى الأساس مصر بتلعب هذا الدور، وكان دور مسموع جدا في قمة البريكس عندما تحدثت
كل الزعماء عن أهمية مكافحة الإرهاب وعن أهمية الأمن والاستقرار للتنمية، وإلا اقتطفت العمليات والتطرف والعنف كل ثمار التنمية. تمام. بمناسبة ذكر موضوع مكافحة الإرهاب، الحقيقة الملف الاقتصادي كان الأبرز سواء في جولة الرئيس في الصين ومشاركته في تجمع بريكس أو حتى في زيارته النهاردة لفيتنام، لكن جوارا إلى جوار مع هذا الملف كان أيضا ملف مكافحة الإرهاب يطرح نفسه في الزيارتين. من وجهة نظر حضرتك، هل أقدر أقول أنه إحنا نقدر بالفعل نستفيد من هذه الدول في المجال الاقتصادي؟ احنا هنتكلم بالتفصيل مع ضيف الفقرة القادمة، لكن في المجال اولا السياسي، ثانيا في مجال مكافحة الارهاب مع هذه الدول بعينها تحديدا، سواء المشاركة في تجمع بريكس او فيتنام، في مجال مكافحة الارهاب ده نمرة واحد، نمرة اتنين في المجال السياسي بشكل عام. ايوه بالفعل، هو انت النهاردة اصبحت التنمية الاقتصادية متلازمة مع مكافحة الإرهاب، الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. بدون أمن واستقرار، أي يعني بدون القضاء على الإرهاب وتسوية بؤر النزاعات المنتشرة والعنف والتطرف والراديكالية الفكرية، لا يمكن أن تحقق التنمية أهدافها. خذي على سبيل المثال عدم الاستقرار والإرهاب وأثره على السياحة، هو حرمك من معدل دخل قومي قدره 14 مليار دولار في إحصاءات 2010 لما حدثت حادثة الطائرة الروسية، امتنعت 3 مليون سائح روسي. نأمل طبعا بعد لقاء الرئيس بوتين والرئيس السيسي في تشايمن في قمة البريكس أن تعود السياحة الروسية عن قريب بإذن الله. وإن كان النهاردة كان في خبر مؤسف أنه الرحلات ربما تعود للقاهرة فقط. عموما دي مرحلة أولى، متفق على أن تعود الخطوط إلى شرم الشيخ في خطوة تالية ما أن يطمئن. السياحة الروسية معروفة يا فندم أن هي دايما للبحر الأحمر مش للقاهرة. علوم هو هيبقى قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر، هو قرار هام جدا. الرئيس الروسي مرشح أن يأتي إلى مصر زائرا عزيزا خلال الأسابيع القادمة في إطار وضع حجر الأساس للمفاعل النووي في الضبعة، وبالتالي أظن دي هتبقى بداية انفراجة، وهي ليست فقط تخص السياحة الروسية لكن هيكون مؤشر دولي لعودة الأمور إلى نصابها في مجال السياحة. وأظن الأرقام اللي أعلنها السيد وزير السياحة مؤخرا بتوحي أن مصر حققت 170% زيادة في أرقام السياحة. فنرجع للموضوع الأساسي وهو تلازم عملية التنمية مع الأمن والاستقرار المنشود، سواء من خلال مواجهة الإرهاب أو من خلال تحقيق التسوية الإقليمية للنزاعات كما هو الحال في ليبيا والعراق وسوريا والأهم طبعا في فلسطين. تمام. سيادة السفير، فرصة طيبة أن حضرتك متواجد معنا النهاردة، نعرف نبذة سريعة وملخصة للعلاقات ما بين الدولتين مصر وفيتنام. هو زي ما قلت علاقات تاريخية، حضرتك قلتي العلاقات بقى لها 54 سنة من 63، وهناك أواصر صداقة وسفارات متبادلة وتمثيل دبلوماسي، ولكن هو شعب أيضا مرتبط معك بروابط ودعم ومساندة مصرية دائمة لنضاله ولكفاحه. وأيضا فيتنام النهاردة وهي تحقق الطفرة الاقتصادية الهامة، حجم تبادلي التجاري معها لا يزيد عن 350 مليون دولار، وده طبعا رقم لا يليق بمستوى اقتصاديات واعدة وناشئة وهامة زي الاقتصاد المصري أو الاقتصاد الفيتنامي. وبالتالي زيارة السيد الرئيس والدعوة للاستفادة من محور قناة السويس والسيد الرئيس في قمة البريكس أو في زيارة فيتنام، هو قدم مصر كفرصة استثمارية هامة وواعدة، ومصر لم تقدم نفسها سواء في فيتنام خلال زيارة الرئيس أو في قمة البريكس كفرصة استثمارية واعدة، ولكنه قدم مصر الدور أيضا القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، وقدم مصر الصوت المؤثر على الساحة الاقتصادية الدولية، لأن مفهوم البريكس ومفهوم الدول الناشئة والبازغة زي مصر وفيتنام هو توسيع دائرة الحوار الاقتصادي العالمي، بحيث ما تبقاش الأمور قاصرة على استفادة الجي 7 أو السبع دول الصناعية الكبرى، بل تتسع
للجي 20 أو مجموعة العشرين، وتتسع أكثر لتضم الدول النامية حتى يكون المنافع متبادلة، ما نبقاش إحنا أسرى مؤسسات تمويل دولية وأسرى دول كبرى تحقق المكاسب وتترك الدول النامية طلع جراحها أو تتألم وحدها، بل تساعدها زي ما قال الرئيس في بناء بنيتها التحتية، تساعدها في عملية التنمية، تقبل خططها للإصلاح بدون فرض إرادات ووصاية زي ما قال، وكمان تحقيق، ودي النقطة الأهم، تحقيق عدالة النظام الاقتصادي العالمي، لا يستفيد منه مجموعة قليلة، لأن ده اللي أدى للإنكماش اللي احنا بنعاني منه اقتصاديا منذ عام 2008 حتى الآن، لأنه هو اقتصاد بيدار من خلال مجموعة دول لمصلحتها ومن خلال مؤسسات تمويل صندوق النقد والبنك الدولي بدون النظر لمصالح الدول النامية بشكل كافي. هنا بقى أهمية البريكس، هنا أهمية التواصل الجنوب جنوب، هنا التواصل ما بين الدول النامية، هنا مؤسسة التمويل الجديدة اللي أسسوها في البريكس ب 100 مليار دولار عشان تضاهي وتكافئ الأدوار اللي بتقوم بيها مؤسسات بعينها أو بنوك بعينها دولية تفيد فقط الدول العالم المتقدم. آن الأوان لعدالة النظام الاقتصادي العالمي، وده دور البريكس ودور الرئيس في التعبير عن مصالح الدول النامية خلاله. تمام، حضرتك أشرت لأنه حجم التبادل التجاري ما بين البلدين لا يرقى لما نأمل إليه، وهو 314 مليون دولار فقط لا غير، ويمكن الرئيسين حتى أعربوا أنهم بالفعل بيرغبوا أنه يكون في زيادة في حجم التبادل التجاري علشان تصل لدرجة مليار دولار. من وجهة نظر حضرتك إيه أوجه التعاون أنه ممكن بالفعل تدفع هذه الدفعة؟ يعني إحنا بنتكلم في حوالي 700 مليون دولار زيادة، هل نقدر نحقق ده في أقصى وقت ممكن؟ وليه بقول في أقصى وأسرع وقت ممكن؟ لأن احنا الحقيقة عايزين كمان ما بعد المليار. هو فعلا كده، يعني المليار لم يعد رقما، يعني أنا ما قلت لحضرتك إن حجم تدفقات الرأسمالية أو الاستثمارات الخارجية على فيتنام في عام واحد اللي هو 2016 107 مليار دولار، عشان تعرفي حجم الرقم قارني بما وفد إلى مصر في 2016 8 مليار دولار. يعني فيتنام دولة تستطيع أن تقدم خبرات تستثمر، السيد الرئيس طرح محور قناة السويس والمناطق الصناعية الكبرى، الاستزراع السمكي اللي بيدخل لفيتنام من 5 ل 7 مليار، هو منتج مستحدث، هي صناعة جديدة تقدم من خلالها فيتنام لاقتصادها الوطني من 5 إلى 7 مليار، يعني زي دخل قناة السويس من الاستزراع السمكي فقط. إذن فيتنام اللي هي النهاردة براند أو رقم أو عنوان للجودة تستطيع أن تقدم أيضا للصناعات النسيجية خبراتها، وتستطيع أن تقدم لبناء الموانئ والسفن خبراتها، هي دولة صناعية متقدمة تستطيع أن تقدم لمصر الكثير من الدروس، ونستطيع أيضا أن نفيد فيتنام كعضو فاعل وقادم في الدول البازغة والناهضة، أننا لدينا أيضا فرص استثمارية واعدة ونتعاون معا، ولديهم في قطاع الطاقة أيضا تجربة هامة جدا، وأنا خلال زيارتي لفيتنام التقيت بقيادات في مجال الطاقة والبترول والغاز، ولديهم شركات تجري استكشافات هامة، ولديهم أيضا شركات في مجال الاستزراع السمكي والتصنيع أيضا السمكي وبناء السفن. أظن مصر تستطيع مع فيتنام أن تحقق منظومة التعاون جنوب جنوب، وأن نفيد كلانا الآخر، وأيضا التنسيق في مجالات أخرى زي ما حضرتك تفضلتي مثل مكافحة الإرهاب، لأنها أصبحت مسؤولية جماعية، لا يفصل الإرهاب قارات ولا حدود ويضرب في كل مكان، وبالتالي هذا التنسيق والتدريب وتبادل المعلومات أفق جديدة تخدم الاقتصاد الوطني في البلدين. تمام، الحقيقة من نتائج هذه الزيارة أنه شفنا اجتماع خامس للجنة المشتركة ما بين الدولتين، والحقيقة اللجنة المشتركة كان متوقفة أنشطها بالمرة منذ عام 2008، احنا بنتكلم في حوالي 9 سنوات من التوقف. أعرف من حضرتك أهمية اللجنة المشتركة ما بين الدولتين وليه توقفت طيلة هذه المدة؟
هو الحقيقة مش المفروض تتوقف، ولكن طبعا الظروف مرت بها مصر خلال الست أعوام السابقة من 2011 حتى الآن، وحدثت فيهم اضطرابات سياسية ربما شغلت العلاقات الخارجية المصرية عن التواصل مع فيتنام، والتي كانت أيضا في طور النمو وبناء تجربتها الاقتصادية. ولكن الحقيقة لا ينبغي أن تترك علاقات الدول لمدة طويلة بدون تواصل سنوي على مستوى مساعدي وزير الخارجية، على مستوى الوزارات الفنية. وأنا أظن عقد اللجنة هذه المرة هو إيزان ببدء بقى علاقات، لابد أن احنا نصر على أن يكون التلاقي سنوي، وأن يكون هناك اجتماعات لجنة مشتركة في العاصمتين، وأن تسعى كل وزارة في مجالها، يعني وزارة الزراعة لا تتوقف عن التواصل مع فيتنام في مجال المزارع السمكية، بناء السفن والنقل والمواني. الوزارات المعنية عليها أنها تلتحم، لأن لقائك مع هذا الشريك النامي اللي مر بنفس ظروفك وبنفس صعوباتك هو الأقدر على مساعدتك على فهم مشاكلك، ولديه الآن قدرات اقتصادية هامة ومخزون من المعرفة، والأهم من ده كله حب وتقدير لمصر التي وقفت معهم في مراحل حياتهم الصعبة وفترة كفاحهم ونضالهم ضد الاستعمار والعدوان المتتالي عليهم. طب وهي ايه مهام يا فندم اللجنة المشتركة؟ دورها ايه؟ هي بتضع قواعد العمل الفني كل في قطاعه، يعني بيبقى في فنيين في المجالات اللي هي تخص البلدين، يعني يبقى في مجال النقل، مجال الطاقة، مجال الكهرباء، كل دولة ليها مزايا نسبية. فباخد أنا الوزارات المعنية وبلتقي بقرنائهم في اللجنة الفنية المشتركة، ومن خلال ما يتوصلون إليه يتم صياغة اتفاقيات. لما بتأتي بقى زيارة رئاسية على مستوى القمة يتم التوقيع فيها، أو على المستوى الوزاري إذا لم تكن هناك يعني سانحة لعقد قمة بين القيادة في البلدين. فاللجان الفنية هي اللجنة المشتركة، لجنة للزراعة، لجنة للنقل، لجنة للكهرباء، لجنة للطاقة، لجنة للتعليم، للتدريب المهني، حسب كمان الميزة النسبية اللي موجودة في دولة الشراكة بيتم عقد اللجنة المشتركة اللي بتنقل هذه الاتفاقات لحيز التنفيذ والمتابعة. تمام. لقاء الرئيس السيسي برئيس الفيتنامي ما كانش اللقاء الوحيد على مستوى القمة أو على مستوى الرؤساء، لكن سبقه طبعا من يوم الأحد الماضي وحتى الأمس لقاء مع عدد كبير من زعماء العالم، مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، مع الرئيس الصيني والآخر، مجموعة من الرؤساء التقى بهم الرئيس في قمة بريكس، وبعد كده تولت اللقاءات إلى حين ما وصلت لزيارة الرئيس الفيتنامي. تعدد هذه اللقاءات ما بين الرئيس المصري وما بين رؤساء من جنسيات مختلفة في وقت زمني قصير للغاية، احنا بنتكلم من يوم الأحد للنهاردة مفيش يعني 4 أيام ولا حاجة زي كده، ده مردوده ايه علينا وانعكاسه ايه عالميا؟ انا احب اقول يعني انها كأنها زيارة ل4 قارات. صحيح، ان هو التقى بالرئيس فلاديمير بوتين وكأنه زار أوروبا. التقى بالرئيس البرازيلي وكأنه راح أمريكا اللاتينية. التقى بالرئيس زوما كأنه راح جنوب أفريقيا أو إفريقيا. التقى بالرئيس الهندي، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كأنه زار آسيا، والتقى بالطبع بالدولة المضيفة الرئيس تشي جين بينغ الرئيس الصيني الذي دعاه. هذه المرة هي المرة الثانية اللي يدعو الرئيس لمحفل اقتصادي عالمي ذو تأثير زي البريكس، وقبلها في أغسطس من العام 2016 لقمة مجموعة الـ20. فهو يعني شريك يعتد بصداقته لمصر ويدعو. يا فندم ده اللقاء الخامس ما بينهم مش كده؟ وده اللقاء على المستوى الثنائي الخامس، وطبعا الاتفاقات الثنائية بقى، عشان برضو جمهور المشاهدين اللي هم بيقولوا طيب ما هو العائد المباشر على المواطن العادي؟ ما أنا لما بقول اتفاقيات هامة لإنشاء قطار سريع وأقمار استشعار عن بعد وعاصمة إدارية جديدة تساهم فيها الصين، وأيضا بأشير ل 15 مليار دولار اتفق عليهم في الاتفاقيات بين الرئيسين في القاهرة في يناير 2016 خلال زيارة الرئيس الصيني السابقة لمصر. لما بقول إن في منطقة صناعية
في خليج السويس بقيمة في منطقة قناة السويس فيها استثمارات 100 شركة صينية التقاهم السيد الرئيس أيضا بحجم استثمارات قدره 7 مليار دولار. كل هذه المكاسب على صعيد العلاقات المصرية الصينية، على صعيد العلاقات الروسية هو أيضا اتفق على عودة السياحة واتفق على دعوة الرئيس الصيني وتوقيع عقود الضبعة على مستوى جنوب إفريقيا، الحديث عن الرابط الشريان البري خط أو طريق القاهرة كيب تاون، ودعم العلاقات المصرية الإفريقية الجنوب أفريقية. كمان إحنا مع الرئيس مودي أو رئيس الوزراء الهندي إحنا بنتكلم عن منطقة تجارية وصناعية هندية كبرى في منطقة قناة السويس، وأيضا المدينة الطبية التي اتفق عليها في زيارة الرئيس العام الماضي في سبتمبر للهند. إذن تفعيل الاتفاقيات الثنائية، اللقاءات على مستوى القمة زي ما بقول هي كأنها زيارات قارية لعدة قارات في العالم، هو تأكيد على أن الأربع أيام كانت مثمرة وإلى حد كبير جدا. تمام، بما أن حضرتك بتقول أن هي زيارات وكأنها لأربع قارات وليس زيارة لدولتين فقط لغير، ده الحقيقة يخليني أنتقل لجزئية أخرى أحب أن أنا أثيرها وأطرحها دايما لما بيكون معانا ضيف كريم من وزارة الخارجية سواء حالي أو سابق. الحقيقة موضوع جدول زيارات الرئيس للخارج موضوع غاية في الأهمية، أعرف رأي حضرتك وتقييمك لجولة أو مش بس جولة، جولات الرئيس الخارجية وتسلسلها وتتابعها منذ فترة توليه وحتى يومنا هذا. يعني الزيارة الحالية هي ضمن سياق الانفتاح على الشرق، يعني من ضمن توجهات وزارة الخارجية هي الانفتاح على الشرق. السيد الرئيس ربما لو حضرتك تذكري زار أندونيسيا وزار كوريا الجنوبية وزار سنغافورة وزار كوريا الجنوبية وزار اليابان، وزار الهند مرتين، وزار الصين 5 مرات. فآسيا في قلب عقل الرئيس، أو آسيا في قلب عقل الدبلوماسية المصرية، فهذه الزيارة بتأتي في هذا السياق. لكن لدينا شراكات تقليدية مع الجار المباشر والعزيز في إفريقيا، الرئيس استن سياسة العودة بثقل إلى إفريقيا وعودة دبلوماسية القمة للمشاركة في كل الفعاليات الأفريقية، ده توجه أيضا للدبلوماسية المصرية ولدبلوماسية القمة. طبعا العلاقات العربية متصلة، وربما حالة التوافق المصري الخليجي لمكافحة الإرهاب معا ومحاصرة بؤر التمويل على رأسها قطر، ده يبين برضو عمق العلاقات ونضوجها، أن تتطبق المصالح إلى هذا الحد وتقف موقف صلب في واحدة من أخطر القضايا اللي بتمر بها المنطقة. بالإضافة لكده العلاقة القائمة مع أوروبا هي علاقة شراكة وثقافة وعمق تاريخي، سواء في محاورها التقليدية في العواصم الكبرى مع ألمانيا وفرنسا، وعودة العلاقة مع إيطاليا بعد قرار عودة السفيرين واللي اتسمت فيه تعاملات مصر بالحكمة والرقي والهدوء، حتى تجاوزنا هذه الأزمة مع دولة صديقة رائدة في علاقاتها الاقتصادية وهي إيطاليا. إضافة لكده الإدارة الحكيمة لملف الطاقة في شرق المتوسط من خلال علاقات قوية مع اليونان وقبرص تضيف لرصيد مصر وحركتها مع التجمعات داخل أوروبا، سواء شرق المتوسط مع قبرص واليونان، سواء في تجمع الفيشجراد وفي القلب منه بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، أو في البلطيق في دول البلطيق، أي أن مصر تؤثر مع الشريك الأوروبي من خلال محاور عد. كل دي أفكار ومفاهيم لإدارة العملية السياسية والدبلوماسية بشكل يحقق مصالح مصر ويضيف لرصدها التنموي والاقتصادي ويسهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق مكاسب سياسية عديدة.
تمام. النهاردة يمكن وإحنا بنتعرف على مجالات التعاون ما بين الدولتين مصر وفيتنام، لفت نظري أنه مصر بتقدم منحة سنوية حوالي 12 منحة لتعليم اللغة العربية، بالإضافة أن مصر أنشأت أول قسم للغة العربية في جامعة هانوي في العاصمة الفيتنامية. من هنا الحقيقة حابة أتكلم وأسمع تعقيب حضرتك على الجزئية دي بشكل خاص، وبشكل عام كمان تقييمك لمستوى التعليم في فيتنام، وهل نقدر في مجال التعليم أن يكون فيه تعاون واستفادة متبادلة؟ طيب، تجربتين يعني أو نقطتين حضرتك بتثيريهم في السؤال. السؤال الأول، دور الأزهر في آسيا نشر الإسلام المعتدل وتعليمه وتقديمه بما يقضي على الفكر العنيف والمتطرف اللي بتتبناه جماعات إرهابية وراديكالية تؤرقنا في الداخل وتؤرق أيضا الشعوب الأسيوية وغيرها، وبالتالي هذا الدور السامح المقبول الذي يتعامل مع الأمور بحكمة يلقى قبول في هذه الدول. ومن هنا نفهم منح الأزهر لعدد من الدول في آسيا، وخريجي دائما هم نقلي خير لهذه المجتمعات. أما عن التعليم وعلاقته بمصر، أحد جوانب نهضة الاقتصاد في فيتنام هو التعليم، عملية تعليمية جادة، إتاحة الفرصة للشباب اللي هو 60% من المجتمع الفيتنامي، أيضا الحركة باتجاه التعليم الفني والتدريب المهني أسهمت أيضا مجتمعة مع التسهيلات التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدون قيود، مما أسهم في أولا إدراك حد الاكتفاء الذاتي، التصدير، التعاون مع الآخر أو مع الشركاء الدوليين اللي وجدوا في فيتنام الأرض الخصبة لاستثماراتهم بدون قيود. وبالتالي قانون الاستثمار الجديد في مصر هيكون له دور رئيسي إذا ما نزعنا القيود والأشواك التي تعوق المستثمر سواء المحلي أو الخارجي عن القدوم إلى مصر. نفتح الأبواب، نتيح الفرصة لعملية تعليمية منضبطة ولكن مرتبطة بالإنتاجية. هنا الدول بتتقدم لأن كل من يتعلم هو مشروع تنموي في حد ذاته، مشروع اقتصادي لن يقبل الفشل. كل إنسان تعلم هو حريص على نجاحه، حريص على عمله، حريص على أن يقدم شيء مقابل أجر، وهنا يتحول المجتمع لمجتمع من الناجحين ومجتمع من العاملين بدون عملية تعليم وبدون القضاء على الفساد، لأن هي تلازم التنمية يحتاج أولا لاستقرار وأمن، ويحتاج أيضا للقضاء على من يأكلون ثمار التنمية عن غير وجه حق، أي المفسدين. من هنا المنظومة الفيتنامية تكملت، ومن هنا الدروس متاحة لمن يرغب في الاستفادة، وأعتقد أن كثير مما ذكرته هو في عقل كل من يرغب في تحقيق أهداف التنمية في مصر. تمام. قبل ما أشكر حضرتك جزيل الشكر للقاء المثمر اللي استمتعنا بيه مع حضرتك، خليني برضو أتوقف عند مجموعة من نتائج هذه الزيارة. يمكن من أبرزها هو توقيع برنامج سياحي ما بين الدولتين، وأيضا اتفاق على التعاون ما بين هيئتي الإذاعة ما بين الدولتين. فيما يخص السياحة تحديدا لو اتكلمنا، هل أقدر أقول إن احنا ممكن نستفيد من فيتنام في هذا المجال؟ بمعنى هل مستوى المواطن الفيتنامي يسمح أنه بالفعل يزور مصر مرة واثنين قبلها؟ ده من ناحية. من ناحية أخرى، هل فيتنام في حاجة أن هي تصدر السياحة أم زينا بالضبط محتاجة أن هي تستقطب السياحة إليها؟ هي الاثنين معا. فيتنام دولة جميلة وفيها يعني مزارات سياحية رائعة، وبالتأكيد مصر أيضا هي في مخيلة كل شعوب العالم، وأنا أعتقد أن فيتنام وهي في حركتها من أجل التنمية دايما كل مجتمع فيه برضو صفوة يستطيعون القيام بالسياحة، ولكن المجتمع ده بينمو وبينمو بسرعة. أنا بقول أنه هو حجم معدل النمو في فيتنام هو الثاني فقط في العالم بعد الصين،
صحيح. وبالتالي هي دولة مؤهلة جدا، وبالتالي ترويج السياحة المصرية في فيتنام ودور هيئة تنشيط السياحة يجب أن يتجه لهذه الدول، كما أن هناك يعني بعد برضو إنساني ومعنوي وهو التواصل بين الشعوب. يعني احنا نعرف الشعوب الأوروبية والشعوب الغربية، ولكن الشعوب الأسيوية هي شعوب راقية وجميلة وفكرها رائع، واختلاطها بينا هيكون داعم للثقافة ومؤثر في حركة التعليم. السيد الرئيس لما راح اليابان أول شيء انتبه إليه هو التعليم، نظام التعليم في اليابان خاصة مدارس الأطفال. يعني إذا كنت تريد أن تنشئ جيلا صالحا علمه وابني منظومة التعليم، ونأمل أن السيد وزير التعليم كما يتحدث دائما عن منظومة جديدة للتعليم مبنية على القيم ومبنية على التسامح ومبنية على إطلاق طاقات الشباب ومبنية على ربط الإنتاج، عفوا التعليم، بسوق العمل والإنتاج، تكون هي يعني مدخلنا للمستقبل. لأن فيتنام نجحت والصين نجحت وكوريا الجنوبية واليابان بسبب منظومة تعليم جادة ومرتبطة بالمستقبل. تمام، أنا يمكن هكتفي بهذا القدر من التساؤلات الخاصة بزيارة الرئيس لفيتنام، لكن مش ممكن يكون حضرتك معانا وما نسألكش كمان عن تداعيات الأزمة السورية. احنا بنتكلم في قدرة على فك الحصار عن دير الزور، بنتكلم كمان في تغييرات نوعية ملحوظة في تصريحات دي مستورة، محتاجين نعرف سببها من حضرتك. بنتكلم كمان ان في بالفعل النتائج تم الإعلان عنها النهاردة من قبل اللجنة الدولية بخصوص ان الجيش السوري هو الآن بموضوع يعني التجربة الكيميائية أو ضرب كيميائي وما شابه. تعليق حضرتك بشكل ملخص نختتم به موضوع الأزمة السورية، طبعا لأن هي في القلب زي ما بنقول دايما. أظن ديمستورا في مؤتمر الصحفي ظهر اليوم هو حدد المسار الذي يأمل المجتمع الدولي أن يشهده فيما يخص تحقيق الانتصارات العسكرية زي ما حضرتك أشرتي لدير الزور والرقة. لا يكفي وحده، لابد من إطلاق عملية سياسية تستوعب أطياف المعارضة، فلا يجب أن ينجرف النظام السوري أو الجيش السوري في غلواء الانتصار والشعور بالافتخار، ويترك أهداف العملية السياسية الكفيلة وحدها بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأشار بشكل واضح للعلاقة ما بين الأستانة كمجال مفاوضات تقود للتهدئة على الأرض، ولكن مسار جنيف السياسي مسار مكفول. والنقطة اللي حضرتك بتشيري إليها في محاولة اتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيماوي، هو رفض الإجابة على هذا السؤال. وكانوا بالفعل في تغيير ملحوظ في سياساته تجاه سوريا. احنا نأمل ان ما تشهده سوريا حاليا من مناطق تهدئة ومن انتصارات للجيش السوري ان يكون، ومن محاولات تحقيق وحدة في صفوف المعارضة، أن تكون مقدمة لإطلاق عملية سياسية يبتعد عنها فقط الإرهابيين ويتم القضاء عليهم بسواعد الأطياف السورية مجتمعة مع جيشهم الوطني، في إطلاق عملية سياسية أيضا تقود لأمن واستقرار هذا الوطن العزيز. تمام، وشوفنا برضو تغيير الحقيقة حتى في موقف السعودية نفسه، يعني حتى السعودية بتتجه حاليا برضو لفكرة الحل السياسي لا الحل العسكري. بالفعل، أظن هو ده اللي قالته مصر من البداية. صحيح. وأظن المحصلة رغم قسوة نتائجها هي كده. صحيح، مصر كانت من أولى الدول إن لم تكن هي الأولى على الإطلاق اللي أعلنت بضرورة الحل السياسي لا العسكري في سوريا. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتنا يا فندم. أهلا بك أستاذ عايدة، شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. وحالة مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن تداعيات قمة بريكس وتأثيرتها على مصر. في النور الحقيقة البارد.